هذه الآية ما سبب نزولها؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، أراد أن يعلم أصحابه كيفية النفاق، فالتقى بأبي بكر فقال: مرحبا يا أبا بكر، يا سيد بني تميم، يا من كنت ثاني اثنين في الغار. ثم التقى بسيدنا عمر فقال: يا مرحبا بسيد بني عدي، يا من فدى النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وماله. ثم التقى بسيدنا علي فقال: مرحبا بابن عم رسول الله وبمن افتداه وجاهد معه. ثم قال لأصحابه: أرأيتم ما فعلت؟ افعلوا هكذا. يعني حينما ترون الصحابة نافقوا واكذبوا عليهم، وحينما نختلي ببعض نتكلم عنهم بالسوء ونمكر لهم.